سبورت. مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور في كرة القدم. الموعد سيكون يوم الخميس مع لقاء المؤجل لحساب الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى الذي سيجمع النجم الساحلي بالنادي الإفريقي والهيئة المديرة للنجم الساحلي. تعلم فيه كل في بلاغ تعلم فيه كل أحباء الفريق وأنه عملية بيع التذاكر انطلقت اليوم انطلاقا من الساعة 9 صباحا لحضور هذه المباراة للنادي الإفريقي. في آخر أخباره الفريق يدخل اليوم في تربص مغلق بالحمام استعدادا لمباراة يوم الخميس. في المقابل لقاءات الجولة الخامسة ستدور نهاية الأسبوع يومي السبت 23 سبتمبر والأحد 24 سبتمبر على النحو التالي. يوم السبت انطلاقا من الساعة 3:30 ظهرا في المجموعة الأولى زوز مباريات، القوافل الرياضية بقفصة مستقبل سليمان اتحاد بن قردان الأولمبي الباجي، ويوم الأحد 24 سبتمبر في توقيت جديد للمباراة الثالثة في برنامج لقاءات المجموعة الأولى النادي الإفريقي الملعب التونسي انطلاقا من الساعة 5:30 مساء يوم الأحد. تدور مباريات أيضا المجموعة الثانية في البرنامج، ثلاثة مباريات بالنسبة للمجموعة الثانية، المباريات الكلها ماضي 3:30. النادي البنزرتي يستضيف اتحاد تطاوين، النادي الرياضي صفاقسي يستضيف الترجي الرياضي التونسي، والاتحاد المنستيري يستضيف نجم المتلوي. آخر أخبار الأندية على مستوى أخبار النادي الرياضي الصفاقسي، جلسة جمعت الهيئة التسييرية اليوم مع اللاعب الغيني كونتي ووكيل أعمال، وتم الاتفاق بعد نهاية هذه الجلسة على فض الخلاف بين الطرفين بعد مقاطعة اللاعب للتمارين في الأيام الأخيرة. سيعود للتمارين في الأيام القادمة بعد الاتفاق على الترفيع في أجره الشهري وبعد مثوله أيضا أمام لجنة التأديب بالنسبة للاعب الغيني كونتي. في المقابل في مستقبل المرسى، أخذ ورد قطيعة بالتراضي أم لا بين الفريق ومدرب خالد بن يحيى. آخر الأخبار تؤكد وأنه بعد جلسة عمل بين رئيس النادي والمدرب خالد بن يحيى تم الاتفاق على مواصلة المدرب خالد بن يحيى الأمور الإشراف على الأمور الفنية للفريق في قادم الأيام، وبالتالي تجديد الثقة في خالد بن يحيى للإشراف على الحظوظ الفنية لمستقبل المرسى. في آخر أخبار الأولمبي الباجي، الفريق يتعاقد رسميا مع اللاعب القادم من الشبيبة القيروانية محمد أمين غابي. كرة القدم بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي للسيدات، المنتخب يواصل تحضيراته لمباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدورة التمهيدي الأول للترشيحي للنهائيات كأس أفريقيا للأمم. كرة القدم سيدات منتخبنا الوطني التونسي أجرى البارح حصته التدريبية الأولى في ملعب الفرعي برادس، اليوم الحصة التدريبية الثانية احتضنها ملعب سليمان، انطلقت في 4:30 بالنسبة لفتياتنا. غدا سيكون الموعد مع حصة تدريبية ثالثة في الملعب الفرعي برادس، أيضا حصة تدريبية لتسبق المباراة باش تكون في ملعب الفرعي برادس. وذكر مباراة الذهاب ستكون يوم 22 سبتمبر في ملعب سليمان أمام منتخب النيجر، مباراة الإياب أيضا 26 سبتمبر ستكون في تونس بالنسبة لمنافسات كما قلت الدورة التمهيدي الأول لتصفية كأس أفريقيا للأمم سيدات كرة قدم. من كرة القدم إلى كرة المضرب، في التنس التونسية أنس جابر المصنفة السابعة عالميا انطلاقا من الساعة 10:30 مساء اليوم بتوقيت تونس، ستواجه الأمريكية إليسا باركس المصنفة 45 عالميا لحساب الدور 16 من دورة غوادالاخارا المكسيكية. في رياضة التايكواندو، الجامعة التونسية للتايكواندو أعلنت اليوم من خلال حفل تكريم للبطلة سارة الركباني عن تبنيها لهذه اللاعبة. اللاعبة نذكر دخلت الموسوعة العالمية للأرقام القياسية جينيس بحصولها على أسرع ضربات جانبية في العالم. هذا التكريم من خلال هذا التكريم أكدت الجامعة التونسية في شخص رئيسها حرصها على تقديم الإحاطة والعناية الطبية والبدنية واللوجستية لسارة من أجل الحصول على رقم قياسي عالمي جديد في رياضة التايكواندو. في كرة اليد، في بطولة إفريقيا للناشئات التي تحتضنها بلادنا في قاعة المنستير، الثلاثة مباريات اللي انتهت نتائجها على النحو التالي: المغرب فاز على الكونغو الديمقراطية 29-15، فوز منتخب غينيا للناشئات على المنتخب الجزائري 29-17،
والمنتخب المصري يفوز على أنغولا 25-23، وكرة اليد المصرية على مستوى السيدات في نفس الخطى على مستوى الرجال، يعني المنتخب المصري منتخب عالمي، أصبح منتخب يحقق في نتائج كبيرة جدا على مستوى بطولات العالم على مستوى الشبان، وكذلك كرة اليد النسائية تتطور بشكل كبير جدا كرة اليد المصرية، ونعرفه وأنه أكثر من اسم يعني حتى على مستوى لاعباتنا في المنتخب الوطني التونسي وفي النوادي التونسية في السنوات الأخيرة كانوا مطلوبات من النوادي المصرية والاحتراف في البطولة المصرية اللي ارتفع مستواها واللي نتائجها طبعا نتائج إيجابية. كما قلت اليوم منتخب الناشئات يفوز على أنغولا 25-23، في حين في السادسة ونصف مساء ستنطلق مباراة منتخبنا الوطني التونسي للناشئات أمام المنتخب النيجيري. كرة القدم في آسيا وفي أوروبا في دورة الألعاب الآسيوية التي انطلقت بالرياضات الجماعية وبالأساس بكرة القدم، منافسات اليوم على مستوى النتائج الخاصة بالمنتخبات العربية. المنتخب السعودي تعادل مع المنتخب الإيراني 0-0، التعادل أيضا حسم مواجهة المنتخب البحريني مع تايلاندا هدف مقابل هدف، وكوريا الجنوبية تضرب بقوة نتيجة في الحقيقة عريضة جدا 9-0 أمام الكويت لكوريا الجنوبية في الألعاب الآسيوية. دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة عمسنا ويعود من خلال الجولة الأولى لدوري المجموعات المباريات المبرمجة لهذا المساء، مساء الثلاثاء زوز مباريات انطلقت في السادسة إلا ربع، ميلان الإيطالي نيوكاسل الإنجليزي ويونغ بويز السويسري واجه لايبزيتش الألماني. بقية المباريات لهذا المساء ستنطلق في الثامنة مساء، لاتسيو يستضيف أتلتيكو مدريد، فاينورد روتردام الهولندي يستضيف السكوتلندي، مانشستر سيتي حامل اللقب البطل انجلترا وحامل اللقب في الثامنة مساء يستضيف نادي سيرفينا زفيزدا الصربي، ونادي برشلونة يستضيف نادي رويال البلجيكي، شختير دونيسك الاوكراني يستضيف بورتو البرتغالي، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي يستضيف الفريق الالماني بوروسيا دورتموند. هكا نوصلوا لنهاية فلاش سبور، اجمل تحياتي، الى اللقاء. نجم التابع للإذاعة الوطنية على فيسبوك انستغرام.